ينفذ مركز الملك سلمان بشراكة مع وزارة التربية والتعليم مشروع إعادة تأهيل وبناء فصول دراسية إضافية لعشرين مدرسة في محافظة أبين ولحج والضالة وتعز. ويشمل المشروع أعمال التوسعة 10 مدارس من خلال إنشاء 28 فصلا دراسي وتزويدها بالمقاعد الدراسية وإعادة تأهيل 10 مدارس أخريات بشكل كامل ورفع كفاءة البيئة التعليمية في المدارس المستهدفة وتقديم أنشطة الدعم النفسي.